خطبة ونظرية، هما دول أهم خواص المنهج النبوي واللي هنختم بيها كل الخواص. أما الخطبة، قول سيدنا عمر رضي الله عنه: كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. فعلا، حتى لو كل المناهج اللي موجودة تصلح للتطبيق وللتربية، معانا إحنا كمسلمين لن يرفع شأننا إلا المنهج النبوي. نقطة ومن أول السطر. أما النظرية، فأي منهج تربوي غربي أصله الإنسان، بيتكلم عن الإنسان، والإنسان في المنهج الغربي أصله صح، أصله القرد. تخيلوا، كل المناهج قايمة على هذا الأصل، وما بني على باطل فهو باطل. إزاي أطبق منهج بيتعامل مع الإنسان على إنه أصله حيوان؟ مهما ارتقى ففي النهاية كانت بدايته حيوان. رغم إن عندنا في منهجنا تكريم للإنسان ورفع شأنه من رب العالمين، ولما ربنا يقول ولقد كرمنا بني آدم، لازم نكون حريصين على إن هذا التكريم من ملك الملوك يكون قاعدة في حياة أولادنا، تحميهم من الانحدار بأخلاقياتهم إلى مستويات لا تليق بهذا التكريم. في الختام، سؤالي لكل الآباء والأمهات: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ احنا خلصنا مفاتيح الخواص، المرة الجاية هيكون معانا مفاتيح التحديات.